مساء الخير، أهلا وسهلا بكم متتبعي قناة بيبريس. نستهل الموسم السياسي لهذه السنة باستضافة شاب كفاءة نموذج للمدرسة الاتحادية الأصيلة. يسرنا أن نستضيف في أول حلقة من في هذا الدخول السياسي رئيس فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعضو المكتب السياسي للصفة وأيضا محامي طموح منتمي إلى هيئة المحامين بالرباط، ألا وهو الأستاذ سي أمام شكران. أهلا وسهلا سي أمام شكران. شكرا على الاستضافة، أتمنى أن يكون حضوري خفيفا وأن تكون جلسة غنية للمستوى الفكري. سيكون خفيفا وثقيلا ايضا لان المرحله يعني شويه ساخنه. استاذ، انت يعني عضو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه، رئيس فريق، فاعل سياسي، محامي، الاكيد انك وفاعل سياسي، الاكيد انك تتابع ما نسميه بالشان العام بالدخول السياسي. الان يعني كيف تقرؤون الدخول السياسي لهذه السنه؟ نتميز بخطابين ملكيين وأيضا ببلاغ الدول الملكي الموجه إلى رئيس حكومة ليتعلق بالاستفسار حول مآل التوجيهات الملكية المتعلقة بتشكيل الحكومة وأيضا بتعيين في المناصب السامية. كفاعل سياسي، كيف تقرؤون اللحظة السياسية الحالية؟ وهي اللحظة السياسية الحالية إذا صح التعبير متسمة بعدد من المتناقضات. أولا، هناك انتظارات شعبية، هناك تتبع للرأي العام الوطني لما يقع ببلادنا على مستويات متعددة، هناك لحظة ما بعد الخطابين اللي كتميز بالأساس باللجنة ديال النموذج التنموي الجديد، وكذلك التعديل الحكومي المرتقب. طبيعة الحال هناك حالة من الانتظارية فيما يتعلق بهذ الجانبين، لكن على العموم يمكن لي نقول على أنه المرحلة المقبلة التي ستعيشها بلادنا ارتباطا بهذا الدخول السياسي هي مرحلة يجب أن تقدم فيها عدد من الأجوبة التي تعطي نفسا جديدا للحياة السياسية ببلادنا، أجوبة على المستوى السياسي، المستوى الحكومي، على المستوى العمل البرلماني، ارتباطا بالقانون المالية، أسئلة كذلك مرتبطة بما جاء في تقرير مجلس أعلى الحسابات، النقاش الذي يدور اليوم. يعني الأسابيع المقبلة ستكون حبلة بالمواقف والتحليلات التي يجب أن تصب بالأساس في المصلحة ديال البلاد. نعم، قلتم بأن المرحلة الحالية بحاجة إلى نفس جديد، بمعنى أن هناك نوع من الاختناق الآن، نوع من الضبابية من الانتظارية. أنتم كحزب في الحكومة، هل الحزب الاتحاد الشراكي يتحمل المسؤولية في هذا الوضع اللي هو مقلق صراحة، وضع مقلق تطرح في عدة أسئلة؟ هل الاتحاد الشراكي هو شريك في هذا الوضع العام ما دام أنه عضو في الحكومة الحالية؟ نحن شريك في هذه الحكومة وشريك كذلك في الحياة العامة. هناك إصلاحات يجب أن تتم، يجب أن ننظر إلى الماضي قليلا ونأسس المستقبل، يجب أن نأخذ بمجموعة من الملاحظات. هنا واحد النوع ديال الاحتقان يجب أن نعترف به. لماذا؟ لأن بلدنا كتعرف، لأن المفارقة هو أن بلدنا كتعرف واحد المجموعة ديال الإصلاحات الهامة والبنيوية، والمغرب في هذه العشرين سنة الأخيرة عرف تطور كبير، لكن على المستوى الاجتماعي هناك نقائص كبرى يجب الانتباه لها. على المستوى السياسي هناك نوع من اللاثقة يجب أن نؤسس لهذه الثقة. نتحدث عن المحطة ديال 2021، يجب أن تكون محطة يساهم فيها الشعب المغربي بحضوره في صناديق الاقتراع، لأن نسبة المقاطعة كطرح إشكال. بالتالي يجب أن تكون هناك واحد ممارسة بنفس جديد اللي تعطي الأمل في المستقبل. نعم، ولكن فعلا أن ما قلته الآن يمكن ما يمكنش نقوله أكثر مما قال ملك البلاد حينما قال أنا أتألم. يعني ملك البلاد يتألم أمام الوضع العام، لكن اتحاد الشرك الآن أنتم داخل الاتحاد، وخلوا لو أنك ماشي قائد ولكنما أنت أن بروجي دان ليدور، أنت مشروع قائد وعند في المكتب السياسي. انتم في المكتب السياسي من تجتمعوا، بغينا منك
علاش اجتمعوا واش تناقشوا، وهل تطرح هذه الاسئله اللي تطرح اللي تقولها الان في هذا البرنامج؟ احنا الاجتماعات ديال المكتب السياسي والاجتماعات ديال الحزب، انا ملي دخلت هذا الحزب دائما الاجتماعات والنقاش نقاشات حارقه، الناس يتحدثون بحرقه على المجتمع، لاننا يعني ابناء المجتمع، ابناء الشعب المغربي، بالتالي الاشكالات التي نعيشها في بلادنا. ولكن قبل ما تكلموا عن حرقه الشعب، واش داخل المكتب ما كانش عندكم نيت العافيه الشعب داخل الاتحاد الشراكي الان؟ لا، المكتب السياسي عادي، نحن نختلف في الاراء، في وجهات النظر، في قراءتنا للوضع. هناك من يرفع السقف الى ضروره القيم واحد العدد ديال الاصلاحات، هناك من يتريث وينظر الى الامور باكثر واقعيه ويتعاطى مع الامور بموضوعيه اكثر. امر طبيعي، لان حنا كنتشكلوا واحد المجموعه اللي كنختلفوا في واحد المجموعه ديال الامور، وبالتالي اللي اساسي هو ما نخرج به من قرارات. هل هذه القرارات تصب في مصلحه الوطن اولا، ثم هذه القرارات تعكس المرجعيه ديالنا وما نؤمن به من مواقف وما ناضل من اجله السابق اللي ضحى طيب بشكل كثير. طيب، تكلمتي المرجعيه والنضال الاتحاد الشراكي، الان انتم في حكومه يقودها حزب من قوسين عنده ماشي مرجعيه، عنده خلفيه اسلاميه، هو حزب الاسلاميين او البي جي دي. السي دريش الشقر يعني الان هو مؤخرا دار واحد التصريح مثير وقال لك الان غنمشيو خصنا اليسار يتجمع، ولكن رجلو ما زالت في الى جانب البي جي دي. اليوم دار تصريح البارح ضد يعني حليف يساري في الحكومه. هاد المسائل تخلق متاعب للاتحاديين، وربما انت غدا غتلقى متاعب في البرلمان. واش هاد الكاتب الاول من تبغي يتخذ هاد القرارات تيستشر مع المكتب السياسي، تيستشر معاكم، ام انه يعني تقولون ما لا تفعلون؟ لا، شوف، خصنا نفصلوا بين القرارات اللي كتصدر على الاجهزه وبين الافكار المعبره عنها من قياده الحزب ولا من المناضلين. لك هذا قائد يتكلم باسم الاتحاد الشراكي. احيانا تاتي بعض الافكار في خضم النقاش، مثل ما اليوم ممكن نطرح واحد المجموعه الافكار اللي ماشي بالضروره تلزم الحزب ديالي، رغم انني انا عضو مكتب سياسي، وبالتالي مش كاتب عام. لا، ولكن هو كاتب عام مؤسسه. لا، دريش الصغار محيم يتكلم ككاتب اول للحزب. ما تمشي تفاوض ماشي بحالك انت. لا، التفاوض ماشي هو انك يطرح افكار. لا، تصريحات المواقف معينة. مواقف لا، مواقف معينه من قضايا معينه هي اللي تصدر عن اجهزه الحزب. نعم، حنا كنجيو نذكروا مع بعضياتنا مثلا فصل 47، انا شخصيا عبرت على موقف مخالف للموقف ديال الكاتب الاول، وكيكون نقاش وكيكون كل اقناع، واللي صدرات المقررات ديال الحزب هي الاجهزه التقريريه ديال الحزب التي ينضبط لها الجميع. راه ممكن يجيب كاتب اول فكره ويطرحها وتلقى القبول عند الجميع، ممكن يجيب فكره. لا، السؤال يا استاذ واضح. لا، وجهات نظر اخرى، وبالتالي ما تكونش اليسار اليسار تيتكلم بزاف عن الديمقراطيه. عاس، واش الكاتب الاول قبل ما تيمشي مثلا التفاوض او يتخذ شي قرار، واش يدرس في المكتب السياسي قبل اتخاذ القرار؟ واش يرجع لكم تناقش معكم، او انه تدير ليغالي راسو وتتجو المكتب السياسي وتتسكتو؟ الاتحادين في نقاش دائم، والاجهزه ديالنا جميع القضايا تطرح للنقاش بطبيعه الحال، وكتكون ولكن هي اوجه مزيان، ولكن النتيجه مختلفة. لكن ملي كيبان واحد التوجه عام يصب نحو واحد الاتجاه معين، راه كيبان من خلال النقاش يتضح شنو هو التوجه العام. افترضوا ان الكاتب الاول اتخذ قرار بدون رجوع اليكم، واش انتوا عندكم الجرأة في المكتب السياسي باش غادي ندخلوا للمكتب السياسي وغادي نطرحوا الامر النقاش؟ عندكم النظام الاساسي، عندكم اليات، كتدخل وكتطرح الامر ومن بعد ولكن غتناقشوا، ولكن هو غيدير اللي قال لي راسو. اذا ماشي ديمقراطيه هذه، راه كيمشي بهذا الشكل هذا. كيفاش؟ صح لنا، ما عندناش الكاتب الاول ديال الحزب كيدير اللي في راسو. راه كيجي الكاتب الاول وكيجلس وكيتذكر وكيقنع بالافكار ديالو انطلاقا من التحليل، تحلل الوضع السياسي. كن معايا، نكون معك واضح. كتوصل لواحد ما قاله في برنامج تلفازي على يعني امين حزب حليف ديالو، هل هو ناقش معاكم؟ حيت هو قبل ما يمشي لواحد البرنامج. قطعتك، انا كنتبع هذه البرامج الحواريه وهذا. انا بالنسبه الي القائد الحزبي اي حزب كان ما خصوش يدخل في الشخصنه ديال الامور، يجب ان نرقى بالنقاش. نحتاج في واقعنا السياسي اليوم الى نقاش فكري سياسي
خصنا نخلقوا واحد الثقافه جديده داخل المجتمع. نحن امام اجيال جديده، انا لا يهمني ان تختلف مع فلان او فلان، يهمني ان تطرح الافكار اللي ممكن نقتنع بها ويمكن نكون مختلف معها. بالتالي انا هذا النقاش ديال هذا قال هذا قال اعتقد انه لا يفيد المجتمع في شيء. صحيح. والعبره بالخواتيم. طيب نمشوا لك العبره بالخواتيم. الان كاين نقاش عام حول يعني الحكومه المنتظره او المرتقبه، وكاين واحد تاويلات كثيره. الان داخل المكتب السياسي انتم اكبر جهاز من بعد المؤتمر ياك، واش تناقشوا مثلا هل فعلا دريش الشجر جلس العثماني في موضوع هذا التعديل ام لا؟ شوف هو راه باش نكونوا عمليين زعما في الحوار ديالنا، راه كاينه امور كتجي وكتطرح في المكتب السياسي النقاش، وكيوضع الكاتب الاول للمكتب السياسي في النقاش وهذا ما يروج. حنا اللي انا كنامن بواحد الحاجه، انا راه عندي 25 عام في الحزب، انا اؤمن بانه لا يهم ما يروج في الاجتماع بقدر ما يهم البلاغ يصدر الذي يصدر عن الاجتماع. بالتالي الكاتب الاول فيما يتعلق بهذا التعديل الحكومي كيجي وضع الاخوات والاخوه في المكتب السياسي على التطور ديال المسار ديال المشاورات وديال هذا. وبطبيعه الحال يعني ما تيجيش تيقول لكم الان جلست مع العثماني، واش يقول لكم احنا نناقش معكم ما هي الخطوات المقبله؟ يعني الان يعني الان انا سولت مجموعه من الاتحاديين داخل المكتب السياسي قال لك استاذ ما احنا بحالك، يعني كل ما نعرفه عن يعني التعديل من زاويه الاتحادين في وسائل الاعلام المكتوبه والسمعيه والبصريه والالكترونيه. انت بغيت تجاوب، واش انت المكتب السياسي ناقش معكم؟ بالنسبه اليه حنا ناقشنا في المكتب السياسي، الذي يقول هذا الكلام ربما ما كانش حاضر في الاجتماع. كان حاضر على كل إذن قضية التعديل نوقشت في المكتب السياسي. طبيعة الحال وباش تعطى معطيات اللي كاينة راه كتعطى. أمر عادي جدا. تقدر ما تكونش كاينة معطيات بالفعل كبيرة اللي تعطى، ما تدخلناش في التفاصيل لأن أصلا مازال ما كايناش التفاصيل. حنا كتشوف الآن التصريح ديال الكاتب الأول بالأمس في البرنامج على إحدى القنوات. صرح على ان كينتظروا رئيس الحكومه، راه كاينه مشاورات ولكن مازال التفاصيل ديالها الدقيقه ما كايناش، مازال ما كايناش. غادي تكون ربما منهجيا يعني بحال المعروف، ومتى تكون لانه هذا ماشي تشكيل الحكومه، هما اليوم تعديل، والتعديل يكون اصعب من التشكيل. واش داخل المكتب السياسي درت واحد اللجنه ديال المتابعه، لانه واش مثلا لا احد كينتظر ان ملك البلاد غيستسفر او سيستدعي رئيس الحكومه ويقول له مآل. يعني واش عندكم داخل المكتب السياسي واحد اللجنه تتابع؟ بالنسبه الى الاستقبال ديال جلاله الملك من رئيس الحكومه اعتبره عادي في اطار الدستور، يعني الامور ولكن في رسائل ايضا لو كانت الامور عاديه ما البلاغ كما صدر عن الديوان الملكي يمكن ان يقرا كل يقراه من زاويته. انا بالنسبه الي على ان الامور تسير بشكل عادي، يرتقب ان الحكومه تبان قبل الدخول. اذا انت كرئيس فريق انظر الامور هكذا، يعني الاسبوع الثاني من شهر اكتوبر ان شاء الله غنشوف حكومه جديده. حسب اقول ذلك لان هذا ما يجب ان يكون اذا صارت الامور بشكل عادي. نورمالمون خص قبل الدخول البرلماني تكون لان ما يمكنش البلاد تبقى وتعيشها واحد المده طويله على هذه الاسئله. هذه الانتظاريه راها تقلق حتى ديال المستثمر الاجنبي الذي يفكر في ان يستثمر في البلاد، لان كيبان بحال لان ما كاينش واحد النوع ديال الاستقرار السياسي في البلاد. وحنا ديما كنتحدثوا على الاستقرار السياسي في بلادنا، الاستقرار الامني راه ماشي غير مجرد هكا طرف، ولكن راه عندها اهميه ديالها. وبالتالي الصوره ديال البلاد ديالنا والاستقرار ديال المؤسسات ديالها والسلاسه كي كتمشي بها الامور مهم اننا نسوقوها واننا ندافعوا عليها. مزيان قلت واحد الكلمه تقلق، ايضا انت قلق مؤخرا قلقت بعض الاتحاديين في اللقاء ديال الجمع ديال المحامين المحاميات والمحاميين الاتحاديين. الناس يعني غيابك اولا كشاب كمحامي كرئيس فريق، غياب ديالك يمكن كان شويه عنده واحد الوزن الى جانب ايضا رئيس الفريق في المجلس المستشارين السي العالمي وايضا بعض المحاميات. يعني شنو لماذا لم تحضر؟ واش موقف
شنو واقع؟ تحدث على الاجتماع ديال الاخير ديال نعم. هذا الامر عادي جدا، ما كاينش شي يعني كلشي عندك مزيان كلشك عادي. كان عندنا يوم الجمعه كان عندنا اجتماع ديال الفريق النيابي، كان عندنا اجتماع ديال كتاب الاقاليم في العشيه. نهار السبت كانت عندي التزامات اخرى منعتني من الحضور، ماشي موقف اصلا. كان الاجتماع هو ديال لجنه التنسيق الوطنيه، انا لست عضوا بلجنه التنسيق الوطنيه، بمعنى اذا حضرت ساحضر كعضو المكتب السياسي. كانوا حاضرين، ماشي ضروري يحضر المكتب السياسي كامل. مزيان. ربما لاننا مقبلون، المهنه المحاماه مقبله على القانون ديال اصلاح مهنه المحاماه، اكيد ستكون هناك لقاءات. وانت رئيس فريق راه ضروري تحضر، واخا احنا بين قوسين غنقبلوا التاويل ديالك، ولكن فيه واخا فيه ان نمشوا الرئيس ديال المجلس المستشارين، انت هو كان شنو اذا هنا واش اتفقتوا بيناتكم ولا عندكم موقف ولا ما عرفتش الظروف ديالو. اللي عارف انا هو انه ما كانش متواجد في الرباط، كان متوجه نوزع، ولكن يعني ما عرفتش الظروف ديالو، يمكن لكم تسولوا. ولكن اللي عارف انا لانني كنت اتصلت به كان عنده شي التزام عائلي. ولكن الناس قراوا قرارات متعدده لهذا الغياب، يعني والله راه من الاشكالات اللي عندنا في العمل السياسي في بلادنا وفي الحياه ديالنا ككل، هو ان ديك لي زاغيغ بونسي ديما حاضرين، ما كناخذوش الامور ببساطه. ما كاينش احيانا راه ما حضرتيش اجتماع ولا شي حاجه لسبب بسيط. اي ولكن يحضرها مش محامي، يجب ان ينظر المرء، خصو يشوف العدد ديال الاجتماعات اللي كيحضرها الفرد. لا ولكن اللي ما حضرش فيها مثلا انا كون محامي ما نحضرش عادي، ولكن انت راه رئيس فريق، راك عندك طموح، راه غدا نشوفك في الكتابة الأولى ديال الاتحاد، رئيس فريق أنت، راك في رئيس فريق في السلطة التشريعية، حضورك عنده معنى وغيابك عنده معنى، ماشي بحال أي محامي. وسيرتو أن بجوج ما جيتوش، يعني واخا تعطي واش لو أزاغ واش داكشي اتفاق بيناتكم. عندي اتصال مع الزميلة والزملاء، عندي اتصال معهم دائم، وبالعكس حنا كفريق كنفكروا في واحد المجموعة ديال الأيام الدراسية اللي مرتبطة. حنا درنا يوم دراسي على القانون الجنائي والمسطره الجنائيه، الان كان القانون ديال المهنه، واحد مجموعه ديال القوانين اللي ضروري، وكاين اتصال دائم. هو اللي عطاها هذا البعد، والناس تساءلوا من حقهم، هو ان تزامنت مع واحد المشروع كبير اللي طلقوا السيدي الشقر، هو المصالحه. زعما الناس قالوا اليوم السيد ربما هذا الله راه قال واحد الفكره اساسيه، قال انه خص الان نصو يعني مستعد يمشي بحالته قبل المؤتمر المقبل. يعني هو الان في مرحله ديال المصالحه. كان الان شو موقفك انت الان كفاعل وكرئيس فريق من هذا الشعار ديال المصالحه؟ واش هو فعلا واحد المشروع سليم صحيح، ام انه مجرد مناوره؟ وخصوصا ان دير الشجر معروف بالمناورات اللي ماشي سهله. شوف الحزب اليوم، انا قلت لك عندي 25 عام في الحزب. نعم. عشت واحد المجموعه ديال المحطات، اتحاديات والاتحاديين متواجدين داخل المجتمع. للاسف الشديد كانت واحد المجموعه ديال الاشكالات، منها ما هو ذاتي، كل واحد كيتحمل فيه جزء من المسؤوليه، منها ما هو موضوعي مرتبط بالحياه السياسيه العامه في بلادنا. جات واحد اللحظه الان، اذا كان هذا الشيء ديال المصالحه خصو يتفعل، خصو يتجسد على ارض الواقع. ناقش المكتب السياسي لا؟ بطبيعه الحال. طبيعة الحال ومنخرطين فيه التنظيمات الحزبية. وانت منخرطين انت؟ فيه بطبيعة الحال، حنا كفريق كذلك في اطار احتفالية بالذكرى 60 غاديين نعملوا على اننا ننظموا نشاط ونشوفوا الاوجه الاتحادية القديمة اللي كانت كتمثل الحزب في البرلمان، اللي بعدوا لاسباب معينة. اللي اساسي هو كيفاش اننا نسمحوا باش نخلقوا شروط اللي تجعل اننا نتوجهوا للمستقبل، لان راه الاشكال تحدثت على اليسار، الاشكال ديال اليسار اليوم انا بالنسبة الي كشاب من بين الاشكالات ديال اليسار اليوم هو ان كل واحد راك براسو، كل واحد يعتقد بانه يمتلك الحقيقه. راه اصبحنا حتى كذلك يساريتنا اصبحت نوعا ما اصوليه متطرفه. خص الانسان يكون ديمقراطي حداثي، يقبل بالراي الاخر، يقبل بالاختلاف، ونوحدوا الجهود باش اننا ندافعوا على هذيك القيم المشتركه. لان شنو هو اليسار؟ اليسار راه قيم اولا. مزيان، نبقاو في الاتحاد الشراكي الان الشغار، ولكن السؤال تطرحه الاتحاديات والاتحاديون والمصالحه مفهوم عام، من اين تنطلق والى تنتهي المصالحه؟ من غنبداوها؟ واش نبداو مع دواتنا؟ واش نبداوها مع المناضلين الغاضبين؟ واش نبداوها مع الناس اللي كاينين الان؟ يعني بغيناك تفسر لنا. هي خصها هي تبدا اولا مع دواتنا. مع الدات. اذا ما كنتش مآمن بالمصالحه كمناضل، راه بطبيعه الحال غادي نعرقل هذه المصالحه. خص كل مناضل
لا اللي مازال في التنظيم لا اللي ما بقاش في التنظيم يكون امن بان اللحظات تستدعي لان الاتحادين يديروا اليد في مزيان هذه بدواتنا. نعم. الاليات ديال هذه المصالحه كيفاش تكون؟ انا كنشوف لان ترتبط بخصوصيات معينه، لان المصالحه ماشي هي مع القيادات الكبرى فقط، المصالحه مع قواعد، المصالحه كذلك مع الجماهير الشعبيه، بالتالي خص يكون واحد التوازن كيفاش اننا اولا خصنا المشروع المجتمعي ديالنا حنا اللي كنامنوا به، حنا كنتحدثوا في البلاد على نموذج تنموي جديد، مصالحه مع الخطاب ديالنا والمشروع ديالنا كحزب واش طورناه؟ المصالحه عليه شي تحديدات، واخا المصالحه مع الجماهير، مع الجماهير وراكم جلستوا عارف العرعار في بيرو ما شفت فيكم حتى واحد خرج عن الجماهير. راه شوف راه واش خرج عن الجماهير باش تصالح معاهم؟ شوف الفروع اللي كتشتغل، شوف الاجهزه اللي كتشتغل، القطاعات الحزبيه اللي كتشتغل، وهذا طبيعة الحال كاينه حنا اللي غادي يجي اليوم يقول لك قوه الاتحاد اليوم هي قوه الاتحاد الامس كيكذب على راسه. راه انتهى. نعم تنقول غدا اليوم غدا كاينه فروع اللي كتشتغل، كاينه اقاليم اللي متواجد فيها الحزب وكيشتغل بامكانات ذاتيه، ليس بالضروره على ان المركز هو اللي هذا، بامكانات ذاتيه وهذا. كاينه فروع اللي ميته اللي ما كتشتغلش، كاينه اللي بين خص يكون واحد العمل وتكاتف الجهد باش ان هذا الحزب يوقف القدام. وانا اتحدث انا ملي كنشوف شخصيا كمناضل، وانا كنقولها دائما، حنا من بعد الانتخابات ديال 2007 انا كنت دخلت في اللجنه الاداريه وكنت اتحدث في 2007 قلت لهم خصنا نفكروا في 2015 2000، دابا يمكن نقول لك خصنا نفكروا في 2026 نبنيو. طيب بناء الهادئ. نعم ماشي الهرواله. نعم طيب ادريس الشجر فتح باب يعني المصالحه، والان مؤخرا دار واحد الاشاره مزيانه رمزيه وهو زياره بعض رموز الاتحاد الشراكي، نوبير اموي النقبي، عبد الرحمن اليوسفي، اياز غيس، السي الراضي. كيفاش تقرا هذا الشيء؟ تيقول لك اودي ادريس راه الشيء مجرد مناورات، واش يمكن لا يمكن هذا السيد هذا الله يمكن بيمشي وبي هو دابا 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 الظاهر هو هذه الزيارات اللي كتتم. وانا كناخذها في اساس انا كناخذها في جانبها الانساني، لان العلاقات الانسانيه اساسا اساسيه كتوقع القطيعه احيانا، راه كاينه قطيعه بين المناضلات والمناضلين، قطيعه حتى المستوى الانساني، ربما دايزين في الشارع ما يتكلموش مع بعضياتهم، العلاقات الإنسانية أساسية وهامة، وكانت خلافات وكان سوء تفاهم وكذا، خص داكشي يذوب، بمعنى أن الإنسان يأخذ بالظاهر، الآن هذا إيجابي أنا بالنسبة لي. نعم صحيح. ولقات أنا شخصياً مجموعة ديال المناضلات والمناضلين اللي بعدوا على التنظيم وكنتلاقى معاهم ونجلسوا ونجمعوا وينتقدوا وينتقدوا الأجهزة ديال الحزب، وكنتبادلوا الأفكار، ولكن العلاقات الإنسانية تظل قائمة. شفت انا كاع الوفد اللي تيزور مش كنت معاهم ام لا؟ ما شفتكش انا. مشيت حضرت ديال السي عبد الواحد الراضي. علاش مش احيانا لا تسعف الظروف. انت موقف الرباط. انا لست متفرغا. ولكن السياسه راه انا لست متفرغا لان اي حاجه غتحضر فيها راه احيانا كيكون عندك التزام بالموازات مع ذاك، راه احيانا كيكون اجتماع المكتب السياسي وكتعتذر للكاتب الاول راه ما يمكنليش نحضر، راه حنا كاين التزام اخر كيقول لك هو لا هذاك اولى. ديك الالتزام يعني كاين بعض المرات كيجيك اجتماع نهار شي مع المكتب السياسي مبرمج من 3 مع 5، 3 مع 5 كاين شي اجتماع ديال لجنه مهمه في 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 نعم هذا. بالتالي راه كاين اذا الوضع ده الان كيفاش الوضع العام داخل الاتحاد الشراكي الان؟ وضع واش سليم؟ واش غادي ربما غادي نقد ذاتي نحو نشوف الوضع. انا بصفه عامه الوضع العام داخل الاتحاد الشراكي ما يمكنليش نكون راضي عليه، لان الاتحاد الشراكي خصو يكون في مكانه اكبر من المكان التي هو عليها اليوم. الاشتغال الفروع مستوى الكتابات الاقليميه وهذا، الانسان يطمح دائما للاكثر، ما يمكنليش نكون راضي على هذا الواقع. لكن حين انظر للمستقبل والحركيه اللي كاينه اليوم كنتفائل، احب ان اظل متفائلا، الا ما كنتش متفائل ما نكونش يساري وما نكونش اتحادي. طيب يعني من تذكروا امام الشكران ورئيس الفريق الناس كاملين عارفين يعني الحرب والصراعات اللي كانت بينك وبين الكاتب الاول. ماشي حرب وصراعات، لا سميها كما سميتها انت، المهم ما كانتش امور سهله وخرجت للصحافه. لا احنا الاساس اليوم هو مزيان، انا بالنسبه لي يكون صراع بين جيلين هذه كانت هو عنده مزيان، ولكن انت زعما تنهنيك انا كصمتي وعجبوني البرلمانيين اللي مشوا معك انت، هذا اذا هذا ربما هذه المدرسه الاتحاديه. اسمح لي ماشي بهذا، ما كانش عندنا هذا المنطق البرلمانيين يمشيو مع لا شوف انا تا مع الاستاذ الشجار ما تنساش رانا تمرنت عنده في المكتب ديالو كمحامي متمرن، انا ملي نجحت في المحاماه
تمرنت عند الاستاذ. اذا تكون تعلمت منه السلبي والايجابي. واحد الشهرين الاخرانيه كانت عين وزير كتولي حاله تنافي كملت التمرين ديالي مع مع زميل اخر. بمعنى يعني كاينه واحد العلاقه ديال الاحترام وديال هذا. انا قلت اللي كيقول افلاطون ولكن ماذا وقع؟ اعز استاذي لكنني اعز الحقيقه اكثر. ولكن شو وقع بالضبط؟ قضايا اقتصاديه لان علاش علاش ما باكش انت؟ نعم علاش في الاول كان يعني الى ايزي تتردد؟ كيفاش؟ علاش انت ما قبلكش هضمك باش تكون رئيس الفريق؟ لا وشكون اللي شكون اللي كان القرار كان ديال رئيس الفريق شكون ديال من كان؟ ما ديال البرلمانيين. لا فاش هذا راه كان نقاش كان هذا ولكن علاش علاش ادريس كان شويه بريتيسون؟ لا بالعكس هو كان معاه لانني نكون رئيس فريق. اذا هذاك الشيء ما كتب ما لا 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 بالعكس غلط. لا في البدايه ديال الولايه كان انني نكون رئيس الفريق لا ودافع على انني نكون رئيس الفريق لا دابا انا ما يصلني من 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 هذا هو انه في جلساته كيشكر العمل ديال رئيس الفريق على المستوى السياسي على المستوى هذا في اجتماعات كيشكر العمل ديال الفريق ككل وكيحيي العمل ديال الفريق كتكون اختلافات في بعض الامور عادي يعني. اختلاف لا يفسد للود قضيه. طيب انت الشاب جيت عن طريق اللائحه الوطنيه واللائحه الوطنيه فيها نقاش هناك من يعتبرها ريعا سياسيا واقتصاديا هناك من الان هناك نقاش حول لماذا تصلح اللائحه الوطنيه لا بالنسبه للنساء او 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 الشباب باستثناء بعض الشباب اللي فعلا كانوا متميزين وكانوا نجوم الاكثريه مع الاسف ربما اساءوا الى العمل البرلماني والى صوره السلطه التشريعيه اكثر مما هم قدموا لك خدمات. انت الان جيت على اللائحه الوطنيه كيفاش تقيم يعني وجودك ماشي كرئيس فريق كشاب برلماني؟ انا اعطيك ملاحظه عامه ما نتكلمش على ذاتي نتكلم على شباب نتكلم نقول لك زعما بكل واقعيه وبكل موضوعيه على انه فروق تضم شباب في المستوى يشتغل المستوى ديال النقاش في اللجان مستوى عالي تتبع يومي حضور دائم ماشي عن كل الاحزاب استاذ ولا انت عارف مزيان عند بعض الفرق عند بعض الفرق وليس راه كل فريق شحال عنده العدد ديالو فهمتي حضور من الشباب راه عاطي واحد القيمه مضافه في العمل ديال ديال, ديال العمل ديال البرلماني المؤسسه فهمتي ديال المؤسسه البرلمانيه كاين عمل ملي كنجيو نذكروا على اللائحه الاشكال ماشي في اللائحه والهدف منها الاشكال في التعاطي ديال الاحزاب مع هذه اللائحه واش ملي جات اللائحه حطوا على راس اللائحه وضمن اللائحه في المراتب الاولى شباب اللي متشبعين بالقيم وبمبادئ الحزب ودازوا في المدرسه ديالو في الشبيبه ديالو دازوا في التنظيم وعندهم واحد القراءه الوعي ولا ولد فلان ولد فرتلان جبتيهم وحطيتيهم عطيتيهم في الاتحاد دريس الشجار بعدا احترم هذه القاعده احنا الاتحاد الاشتراكي كنحترموا هذه القاعده احنا عندنا قواعد احنا هذه المره هذه راه كان دارت واحد بحال تكون انتخابات على شوطين راه كان انتخاب ديال التصويت في اللجنه في اللجنه الاداريه وكان ثاني ديال المكتب السياسي اللي قضاو القرار النهائي وحنا دابا في لائحه الشباب يعني المعدل ديالنا وحتى في اللائحه الوطنيه ككل المعدل اللي جيتي تقول المتوسط ديال الانتماء للحزب هذا راه وصلنا 20 عام. ولكن استاذ يلاحظ ان الفريق ديال الاتحاد الشراكي يعني ما مقابهم ما رش اللور يعني على مستوى المقترحات القوانين متواضعه جدا. لا لا مشات تقريبا من مقترح السياق غير السياق بعدا اولا لان راه كاين اللي كيدير المقارنه بين الفريق بالامس والفريق اليوم وكذا هذا لا ما كاينش السياق غير السياق لو فات اننا متواجدين ضمن الاغلبيه كيوضع واحد المسار في العمل داك غير مثال بسيط انت تحكي على مقترحات كاين واحد المجموعه ديال المقترحات اللي متقدمه مع الاغلبيه كاين مقترحات اللي تقدمنا بها بوحدنا كفريق حوالي 10 مقترحات وكاين مجموعه مع الاغلبيه باش يبرزوا حتى هاد الشباب وحتى هاد المعارضه راه ماشي هي بالعكس انا ملي كنمشي نشوف نقرا العمل ديال الفريق بعدا انا لا اؤمن بالارقام بالنفخ في الارقام الكيف تجي على مستوى الاسئله الكتابيه والاسئله الشفويه حنا مشيناش في الرهان ديال الكم مشينا في الرهان ديال الكيف وهنا خص الباحثين لان كاين طلبه كيبحثوا في العمل البرلماني هنا خص الطلبه يمشيو يبحثوا في الطبيعه ديال الاسئله لان كتلقى اللي داير مثلا 20000 سؤال ولكن ملي كتجي وتشوف المضمون ديالها كتلقى راه واحد 150 سؤال تكرر نفسها
بالتالي المساله ديال الكيف حاضره. هذا لا يمنع على اننا بالتمثيل النسبي الا جينا نديرو التمثيل النسبي حنا الاولى في الاسئله الكتابيه وحنا الاولى في الاسئله الشفويه. الحضور ديالنا على مستوى الليجان وعلى مستوى الجلسات العامه دائما حنا نسبه الحضور مرتفعه. ما عندناش تقريبا دابا شحال انتم غيابات كثيره شحال بالضبط؟ واش عندكم فريق ولا قال لي اش عندك الان برلماني انت اش عندك فيه؟ 21 الان كاينه نيشان 21 ديالكم اتحاديه كامله ولا جايين شي وحدين كملوا؟ هو دابا الواقع وانت قلت قبيله يعني تقول ان اللائحه الوطنيه خص يكون فيها اتحاديين بيغ وراحت انتم هناك الان برلمانيين ما عندهمش علاقه بالاتحاد الشراكي. وهذو اللي كاينين كلهم مجموعه فيهم مجموعه الكبرى بعدا عند الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه ربما احنا اللي ديال اللائحه الوطنيه لانه يعني كراهم يمشي لكم فريق والناس يعرفوا هذيك الحيثيات ديال مزيان. انا شوف انا اسمح لي قطعتك انا لا يضرني لان راه ماشي غادي نبدلوا المسار ديال البلاد الا كان عندنا فريق ولا ما عندناش فريق. انا بالنسبه الي داك طرحتي الان واش اتحادي ولا ماشي اتحادي انا بالنسبه الي يكونوا معايا 20 نائب ولا 21 ولا 18 نائب كيدافعوا على القيم ديال الاتحاد وعلى مشروعه المجتمعي وعلى برنامجه احسن ما يكون عندي 105 ما كيامنوش به نهائيا. هذا مشكل اخر لان هذا راه اشكال مطروح في بلادنا اليوم. لان الممارسه السياسيه في بلادنا اليوم لان ملي كنجيو تكلموا على هذا الشباب باش يترشح في اللوائح المحليه ويزيد وهذا راه الجسم موبوء. الحياه السياسيه ببلادنا اليوم اصبحت موبوءه وبالتالي خص واحد الاجتهاد على مستوى الاصلاحات السياسيه باش كيفاش اننا نساعدوا نفتحوا المجال امام الطاقات. راه جلاله الملك نتكلم على الكفاءات راه كفاءات راه في كل شيء مزيان. راه قدام اللي دار الانتخابات دار الانتخابات في 2021 ويطلع برلمان جديد راه خصو حتى هو يكون برلمان ديال الكفاءات. نعم الكفاءات هذا المفهوم الكفاءه والكفاءات ظهر بكثره من بعد الخطاب الملكي وفي علاقته مع النموذج التنموي ومع ايضا الحكومه المقبله. انت من الكفاءات الاتحاديه ياك تحسب من الكفاءات الاتحاديه مادام انك وصلت رئيس فريق. نعم السيد ادريس الشقر دار واحد الخطوه اسمها بنك المعطيات وقال لك اودي راه جميع الناس الكفاءات الاتحاديه مرحبا يجيبوا واحد السيره ذاتيه السيفي ديالهم باش الاستوزار. الان انت قول لنا واش انت وضعتي شي السيفي ديالك؟ لا انا ما وضعتش انا ما وضعتش وانا كنامن بواحد الحاجه الا كانت شي طاقه انا شخصيا بالنسبه الي نكون في القياده ولا هذا الا بان لي شي طاقه شابه وهذا ما امنوا عليه. دابا انا شاب ولكن عندي 40 عام راه كاين الشباب اللي عندهم 20 25 30 عام وكيبان لك وزير عاود ثاني وزير وزير عنده شي لا انا كنتكلم لك على لا دابا انت ما وضعتش السيفي ديالك ما وضعتيش؟ لا لا ما وضعتش علاش واش ما بغيتيش ولا انك فضلت تبقى رئيس فريق؟ يعني شنو في المحاماه كاين الدفعات. شوف دابا نعم. دابا الاخ الكاتب الاول طلب لي سيفي ولكن راه ديجا راه كاينين دي سيفي من قبل راه كاينين. لا ولكن انت دابا لا انت دابا انت انا كنعتبر نفسي لانني ديجا كاينه في البنك المعلومات ديال 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 الحزب ديجا راه كاين. اذا ندافعوا كاين ديجا راه كاين في البنك المعلومات لا عيط لك وزير و داك الشيء اللي تتحلم به ياك؟ لا 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 احلم به. انا نسولك بكل صدق واش تظن الان دابا هذا السي ادريس غيحترم زعما المعايير ديال الكفاءات؟ عطاه هو مثلا عنده 21 برلماني الحكومه غتقلص 25 او الحوض يكون عنده الان جوج وزراء او ثلاثه. تكلمتي عن الوزاره وقلتي هل تحلم به؟ انا كنعتبر على انه حق حلم مشروع حق مشروع اي واحد حلم مشروع سهل علاش الا جيتي تقول لي انت كيفاش كتنظر تقول لي باش تحلم نقول لك انا احلم على انني نكون كاتب اول الحزب وعلى انني نقود الحكومه مستقبلا علاش لا نقولها لك ونقول لك نبني عليها على 2026 2030 وانت لا جاي للحزب انا بالنسبه لي هذا الشيء اللي تقول فيه غير هو انا حلمي الاكبر حلمي الاكبر هو اننا كيفاش بلادنا حيت حنا عندنا دابا وليدات انا شخصيا بغيت البنيته والوليد اللي عندي ملي كبروا ما يعيشوش في الواقع اللي عشنا فيه حنايا والذي نعيش فيه اليوم. بغيو حنا كنسافروا برا المغرب كنتساراو راه احيانا نتالم على اننا علاش بلادنا ما تكونش بحال واحد الدوله معينه ولا هذا
من الجانب الامني، من الجانب ديال النظافه، ديال الاحترام ديال الناس، ديال المسؤوليه، ديال المحاسبه، ديال القانون كيف يسود داخل نعم. المجتمع وكيف ينظم المجتمع. لان يعني الاشكال اللي عندنا اليوم انا نقول لك الحلم ديالي، الحلم ديالي هو انه ان يسود شوفوا المغرب متقدم وديمقراطي وفي المساواه. شكون اللي غايسيروا؟ شكون اللي غادي هذا؟ نعم نعم إشكال. انت المتبع، انا حاولت نشوف بعد الفيديو ديالك، انت واحد الشاب، واحد تمثل جيل جديد من النخب الاتحاديه مختلفه على اليازغي، على السي محمد اليازغي، على السي الراضي، على دريس الشغر. انت تريد ان تتكلم اللغه ديال القرن 21، يعني واش انت الان واش داخل الحزب ديالكم ما تشعرش ان هناك واحد جوج قوى، قوى شابه تريد ان تمشي حسب السياق العام، وقوى شويه ما زالت ساجله الماضي؟ وربما هذا هو الفرق اللي بينك وبين الشجر. هناك كاتب اول تيبغي يسير حزب في القرن 21 في عهد جلاله محمد السادس، في عهد الديجيتال بطريقه ما قبل هاد الشروط، وانت تريد يعني ان يدبر الحزب وفق السي امان اللي عنده 21 سنه في الحزب، وفق التحديات المحليه والاقليميه والدوليه الحاليه. واش هذا عامل اساسي بيناتكم؟ هو شوف السن غير محدد. نقول لك علاش انا كنستافد بعدا من القيادات السابقه ديال الحزب ولا حاليا اللي سابقين في التجربه، راه كتجلس معاه، راه كتعلم منه. انا ديك الجلسه اللي كتكون عندي حتى السي عبد الواحد الراضي صحيح، راه كنستافد منه كرمز. وممكن اللي نقول لك علاش قلت لك حتى السن، لان ملي كتصنت مثلا السي عبد الواحد الراضي كتلقاه هو مع الفكره ديال ان الشباب يتحمل مسؤوليته، وهذا يكفي على انه مثلا كتجي كتقول له ها التقرير اللي غادي ندير، غادي مثلا شي مداخله في الجلسه العامه، كنقول له غير طالع عليها، كنقول لك لا 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 خليني نسمع، تنسمعك وكيسمعك وكترجع عنده هذيك ملاحظات، شي ملاحظات يعطيها ويدعمك كشاب. لا خلي سي هنا ما مرتبطاش بالسي، لا الكاتب، لا الكاتب العقليه، العقليه الاخ الكاتب الاول كذلك، راه حنا كنجلسوا كنتذكروا، راه ملي كتكون شي امور اللي خصها المشاورات خصنا نتشاوروا فيها، راه كنتشاوروا. هذا لان انا لا اؤمن بشيء بعد، انا كنؤمن على ان الفاعل السياسي ما يمكنلوش يدير هذا الشيء بوحده، يفكر بوحده ويحلل بوحده، فهمتي؟ الفاعل السياسي خصو يكون كيتشاور، خصو يكون كيقرا، خصو يكون كيكتب، لان الانسان كيفكر دائما في خط مستقيم عمودي، ولكن ملي كيكون كيتشاور وكيفكر وكيكتب كتبقى تبان له واحد الاتجاهات متعينه مختلفه، كيبان لك راه واحد المسار ربما كنتي تمشي فيه خطا، واحد القرار. الانسان كيتشاور وكي هذا، طبيعه الحال وجهات النظر تختلف. واللي جار معاه التجربه ديال 40 عام ماشي هو اللي جار معاه التجربه ديال 20 عام. ولا ولكن حنا ما كاينش، ولكن انا انظر للمستقبل بنظره مخالفه التي ينظر بها. الخطاب الملكي كان واضح، واننا بحاجه الى جيل جديد من النخب، من الاصلاحات ومن العقليات. الان يعني الملك استقبل رئيس الحكومه، رئيس الحكومه الان في الامم المتحده، غالبا سيعود وغيتبدا مشاورات. كسؤال اخير، واش دريس الشجر كاتب الاول يعني من خلال الايام درت واحد الاجتماع لتقييم يعني ما سياتي غدا مثلا، يقدر يقولوا اعطينا المناصب ماشي في الحكومه فقط بل في المناصب الاداريه، واش انتم الان دابا استاذ هذه القضيه غتجتمعوا تناقشوها في داخل المكتب السياسي؟ وهو نورمال ما خصو يكون نقاش، غير هو انا زعما انا كنشوف كنتبع هذه الايامات من الخطاب ديال العرش اليوم، النقاش كله منصب على الحكومه لهذا، وكان الشغل الشاغل هو هذا الشيء هذا، فهمتي؟ وهذا جزء من المسار اللي خصو تاخذوا بلادنا. انا بالنسبه الي كنعتبر على ان مازالت عامين انتخابات 2020 21، النقاش اللي خصو يكون اليوم هو النقاش ديال الاصلاحات السياسيه. انا عندي ملاحظات، الا سمعتيني مثلا العمل البرلماني عندي ملاحظات، انا ممكن تسال على هذا العدد ديال 395، على الحالات ديال التنافي، كيفاش ان عمده ديال المدينه قضقت السخط يكون نائب برلماني ويكون كيتحمل المسؤوليه، كيفاش ان رئيس جماعه كيتواجد ساكن في الرباط وهو بعيد عن الجماعه ديالو ب 700 كيلومتر، فهمتي؟ يعني خص يكون واحد الاصلاح على المستوى القانوني، قانون تنظيم مجلس النواب، على المستوى الدستوري، مدونة الانتخابات، مدونة الانتخابات، مجموعة الامور، باش انا نخلقوا. لان ملي كتجي تكلمت على الشباب، انا واحد المره كتبت واحد التدوينه قرات بشكل مغلوط، صراع الاجيال،
الشباب عطاه يتحمل المسؤوليه. انا شخصيا هذه المسؤوليه هذه فتحت لي عيني على مجموعه ديال الامور، اصبحت اتعاطى بواقعيه وبموضوعيه اكثر مع مجموعه ديال القضايا. بالتالي عطيني الشباب يتحكم، ما تطلبش من الشباب يكون معقول وموضوعي واقعي وما عارف شنو كاين. دخلوا للمعمعه يدير يدو في العجينه، يعرف الواقع كي داير، باش كتولي عنده تراكم ديال التجارب. راه هو اللي كيخلق لك الحكمه، راه ما كتجيش غير هكاك، راه بالتراكم ديال التجارب وديال. ولكن اذا خص المناخ السليم وخص اراده سياسيه وكاين سؤال اخير، لانه السنوات تقول لي يعني الان انت كيفاش الان، واش تعتقد ان الحكومه تشكل قبل الدخول البرلماني؟ واش هتشوف ان مثلا حاله ما انا دري الشجر اعيد استوزاره، كيف غتحس انت؟ واش يعجبك الحال ما يعجبكش ام عادي؟ وانت من صوت تقول خصنا كل شيء جديد، خصك شيء تبدل، خلي تتوقع ونقول لك الاحساس ديالي ديك السيد. في نهايه البرنامج نشكر الاستاذ سي امام، شكرا. اولا اعطى واحد النموذج من الشباب الطموح، اعطى واحد النموذج من الشباب الاتحادي، واللي مزيان هو انه تكلم واحد اللغه ديال الواقعيه، اللغه ديال البراغماتيه. وعدنا بانه في التعديل الحكومي وما تخرج الحكومه غيجاوبنا، ماشي في برنامج ولكن غنصيفطوا للصحفيين باش يعلق، خصوصا اذا ما تم اما استوزار دري الشجر او انه لم ينادى عليه في منصب وزاري. مره ثانيه تنشكر جميع المتابعين، تنشكر الفريق السي عبد الله، السي مصطفى، سناء، واشكر الاستاذ مره ثانيه، والى اللقاء مع ضيف جديد ان شاء الله، وشكرا لكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيه بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.